كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، ووفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا لمن يتدبروا كتاب الله جل وعلا ويعملوا بما فيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اللهم اجعلنا جميعا من أولي الألباب، اللهم آمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ذكر جماعة المفسرين كثر، وهو صحيح إن شاء الله تعالى، أن البر الجنة. هنا لن تنالوا الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. إذا أردنا الجنة فلننفق مما نحب، أما إذا أمسكنا ما نحب قد ندخل الجنة، نسأل الله لا يحرمنا الجنة، ولكن سبيل الجنة أن ننفق مما نحب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما جاءه سهمه من خيبر، بعد فتح خيبر جاء سهم عمر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أصبت سهما في خيبر لم أصب قبله مثله، وإني أريد أن أتصدق به. يقول عمر تقربا إلى الله تبارك وتعالى، قال: أريد أن أتصدق به تقربا إلى الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها، شئت حبست أصلها، أي ما يسمى بالوقف. فأمره النبي ذاك فحبس أصلها وسبل ثمرتها. هذه أحب أمواله إليه، أنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى. وجاء كذلك عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قيل عن أبي الدحداح وقيل عن أبي طلحة وغيرهما، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت له أرض في المدينة وفيها بئر ماء طيب وأرضه ونخله طيب، وجاءت كما قلنا عن أبي طلحة وجاءت عن أبي الدحداح، لكن هذه رواية أبي طلحة في الصحيح صحيح البخاري. فكانت له هذه الأرض وكانت له هذه النخل وكانت له هذه البئر الطيبة المباركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يشرب من مائها صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو طلحة يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني سمعت الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال: نعم. قال: وإن أحب شيء إلي بيرحاء، هذه الأرض التي أملكها فيها هذا النخل الطيب وفيها هذا الماء الطيب، هذه أحب شيء إلي، فإني أجعلها في سبيل الله، وهي لك يا رسول الله، اصنع بها ما شئت. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما شئت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل اجعلها في أقاربك، اجعلها في أقاربك. فجعلها أبو طلحة في أقاربه، وهذه سنة سنها أبو طلحة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الوقف، أن يكون هذا الوقف الدري أو الوقف الأقارب الذي جعله أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك ابن عمر رضي الله كلما أحب شيئا تصدق به، ثم قرأ: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ترى هل نفعل ذلك نحن؟ هل فعلا ننفق مما نحب، أو ننفق فقط ما لا نريد؟ كثير من الناس اليوم يتصدقون بما لا يحتاجون إليه، يتصدقون بما ثقل عليهم، بما شغل أماكن في البيت عندهم، قال تصدقوا به. والله تبارك وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون.
بل الإنسان ينفق الطيبة من الطعام، الطيبة من اللباس. طيب إذا كان الإنسان طيب، هل يعني هذا أني لا أتصدق بملابسي القديمة مثلا أو بأثاثي القديم أرميه بدأ أنصد؟ لا، تصدق به، لكن لا تكون صدقتك فقط متوقفة على هذه الأشياء. تصدق بأثاثك القديم، تصدق بملابسك القديمة، لكن أيضا لا تنسى أن تتصدق أيضا بما تحب حتى تنال البر، حتى تنال الجنة. لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون. كلما أحببت شيئا تصدق به. وقد كان السلف رحمه الله تبارك وتعالى إذا أعجبوا بشيء من مالهم تصدقوا به، ليتحقق فيهم قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.